فقيه مجتهد ولغوي بارع ومفكر مستنير وخطيب مفوه. يوسف القرضاوي ولد بالغربية في مصر سنة 1926 حيث نشأ يتيما. حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز التاسعة، وبرع في حفظ الحديث والمتون. التحق بالأزهر الشريف وتألق بين أقرانه حتى حاز الدكتوراه بكلية أصول الدين عام 1973. عرض خنوع الملك فاروق للقوى الأجنبية ومن بعده الحكم الفردي المتسلط لعبد الناصر، ودخل السجن في عهديهما. ألف العلامة القرضاوي ما يزيد على 170 كتابة شملت مجالات مختلفة، نظر للديمقراطية من أرضية فقهية، وأصل لحقوق المواطنة والتعددية والتسامح وفقه الأقليات ومشاركة المرأة في الحياة العامة. ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. تعرض القرضاوي وما زال لحملة تشويه شرسة وممنهجة لمعارضته الحكم المستبد ومناصرته ثورات الشعوب العربية ولحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. افتحوا ما بيننا وبين إخواننا من مجزة من مصر وعصر من مجزة، يجب أن تكون مصر رجلاً وبرعاً وحصناً. مصر التي حاربت أربع حروب من أهل فلسطين لا ينبغي أن تقطع الطريق. مسيرة زاخرة من العطاء الفكري وخدمة القضايا الإسلامية لقامة علمية شامخة ومصلح ملهم، هو علامة هذا العصر بلا منازع. الحرية مقصد من المقاصد الشرعية المهمة، إنه ضرورة من ضرورات الحياة. لا يستغني الناس عن الحرية، يستغني الفرد عن الحرية، ولا تستغني الأسرة عن الحرية، ولا تستغني الجماعة عن الحرية، ولا يستغني العالم كله عن الحرية.